ناس كتير ممكن قصتها ما تعديش أول صفحة وأفكارها ما تشوفش النور لأسباب كتير، بس بعد مجهود كبير بتلاقيها مشي فتقول بركة. بس البركة مش حظ، البركة حاجة بتقف جنبك ومش بتسيبك وتخلي أبسط حاجة عندك تعمل أكتر بكتير. تبقى قاعد بتحسبها بالورقة والقلم تلاقيها مش جاية، نام وتصحى تلاقي كل حاجة جاية لك لوحدها. تكبرها وتحافظ عليها وتكبرها تاني، حاجة صعبة تستوعبها من كتر ما الخير بيزيد من وراها. البركة بتخلق من أبسط فرصة إنجاز. بنك البركة، شركاء في الإنجاز. هايد بارك، حكاية حلوة. نداوف، انت بتقومني مع عميل تاني؟ الثانية واحدة يا جماعة، أنا آسف. إيه باشمهندس معتز، بتعمل إيه؟ مين دول يا أوف؟ فين أوف السكتشز واللوجوز والدروينجز؟ اتفقنا الخميس، احنا النهارده الاربعاء، يعني من هنا لبكره باذن الله. انت مذاكر ليله الامتحان؟ لا ده ملوش امان على فكره، ده فريلانسر، لو قبض مش هتشوف منه حاجه. ها انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. اي جي بنك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز حلول متفصله على طبيعه شغلهم. احنا اللي فرفشنا اللي مات فرفش، واحنا اللي دلعنا اللي مات. اسمع الاخبار فريش، ايش 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 الجديد لانجو شديد، ايش 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 جامد اخر حاجه، وش ايش 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 انا فريش، ايش 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 انا فريش. بيقولوا سمعنا كلام تراتيش، رفرشنا ناس وخلاص هنعيش، بس انتوا تسيبوا الباقي علينا، واللي بيعرفنا بيستلطفنا وما يبوس. انزل لي بمزيكا لذيذة، كل الجود لك خطوة عزيزة، وحياتكم بقى الجاي ملوش زي، نتسلى انما مش زي اللب ما نتقاس. طب اسمع الاخبار فريش، ايش 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 الجديد لانك وشديد، ايش 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 جامد اخر حاجة، وش ايش 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 انا فريش، ايش 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 انا فريش. فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة. تعمير بيوت الله هو دايما من أولوياتنا، في كل مدينة بنبنيها وكل مسجد بنيناه متصمم بطراز معماري مميز، وما بيبعدش عن أي مكان جوه المدينة بأكتر من 5 دقايق. اللهم احفظ مصر وأهلها ببركة هذا الشهر الكريم. مجموعة طلعت مصطفى، بنية المستقبل. زقل قدام بكره يحقق احلامه.
القاهرة مع كل اللي بيدي فرصة للمنتجات المصرية. اديله فرصة يبان. ناس كتير بتشتغل عشان يبقى عندها مكتب زي ده، باصص على فيو زي ده، أو جنينة زي دي فيها ركن زي ده، تعمل حفلة زي دي في مكان زي ده. ناس تانية مش فارق معاها غير القعدة دي، ناس بتشتغل كل يوم عشان الصورة دي، ناس مش عايزة غير الهدوء ده. ناس كتير بتستنى اللحظة دي وناس تانية لا. ناس كتير قوي نفسها تنتمي لاسم زي ده. ARG Development بنت وبتبني من زمان لأن الحياة تستحق. ARG Developments احدى شركات اعمار رزق جروب. الف مبروك يا عم على الورشه الجديده. جبت فلوسها منين؟ والله اخدت كارد من البنك الزراعي اللي ورا. البنك الزراعي اللي جاب الزراعه للبنك. انا اقول لك، مش الجاموسه بتاعتك ولدت الاسبوع اللي فات؟ اسمه ايه اللي بيحلبها ده؟ حمدان. على فكره حمدان ده بيهدر في اللبن وبيدلج. يبقى الحل ايه؟ ايه؟ تراقبه وتقعد له. تيجي تاخد كرسي بامبوزه اللي انت قاعد عليه ده. كرسي زي ده؟ يبقى كده انا زرعت فيك ايه؟ ايه؟ راحت البال. وزرعنا في حمدان ايه؟ ايه؟ الامانه والاخلاص. معاك حق. زراعه دي ولا مش زراعه؟ مظبوط. بتصنع، بتصدر، بتخيطي، بتغلف، بتجفف، بتورد، بتعبي، بتنسج. طول عمرنا واحنا جنبك ومعاك، عشان كده بنقدم لك خدمات مصرفيه تساعدك تبدا او تكبر مشروعك في اي مجال مش بس في الزراعه. قدم على قرض المشاريع الصغيره والمتوسطه في اقرب فرع للبنك الزراعي المصري، ما احنا في كل حته في مصر. ولو عايز تعرف اكتر كلم 19080. البنك الزراعي المصري، راعي ارض مصر. انا ابتديت لما اول ما كتبت كانت قصص وروايات ومسرحيات. جيت في لحظة كده قلت الله، طب وانا في النهاية يعني حابب ربنا بشوية كلام؟ في فرق بين اقوال واعمال. فده اللي خلاني افكر في مسألة المستشفى والمراكز الطبية ومجموعة عيادات متفرغة وعلى مستوى رفيع جدا، فيها مركز أشعة وفيها مركز معامل مستشفى الدكتور مصطفى محمود في اول 20 سنة عالجوا 700,000 مريض. دلوقتي في السنة الواحدة بتعالج ملايين، ما بين عمليات جراحية وأشعاعات وتحاليل وصرف روشتات علاجية. والنهاردة المستشفى بقوا 2. جمعية الدكتور مصطفى محمود خلصت الجزء الأكبر من المستشفى الجديد وبيسابقوا الزمن لافتتاحها عشان تعالج أكبر عدد من المرضى المحتاجين بالمجان ويقضوا على قوائم الانتظار. عايزين نمد إيدينا ونكمل ونتبرع لجمعية الدكتور مصطفى محمود. جمعية الدكتور مصطفى محمود، كمل حياتك بالخير. طبيعي ان الواحد يبقى عنده شويه قلق من المستقبل، يعني هنعيش ازاي بعد سن المعاش. لكن انا بقى عرفت من كذا واحد صاحبي ان مصر لتامينات الحياه عملت وثيقه معاش بكره الديجيتال، سموها كده لانها بتتعمل اونلاين يعني من مكاننا. طبعا انت عارفه ان الوثيقه دي بتدي الواحد فلوس بعد ما يطلع معاش، يعني كل ما يبدر اكتر كل ما يستفيد اكتر. دليله، هو انت عندك كم سنه؟ بدري شوية. بس مش مشكلة، اديكي خدتي فكرة وهتشتري بكرة. هو دوري ولا دورك؟ دوري؟ اوكي. معاش بكرة الديجيتال من مصر لتأمينات الحياة يأمن لك مستقبلك دلوقتي. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. تهنئ الشركة المتحدة الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات.